هذا ولازلنا في ذات سياق، حيث قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية اليوم إن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51,000. كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108,000 شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى. تماسlar kurulmaya başlanmıştır.